لأن هذه ماشي معركة فئوية، ماشي معركة صحفيين، هي معركة مصير مؤسسة إعلامية مشهود لها في التاريخ الوطني، وبالتالي هي معركة كل العاملين من إداريين، فنيين، تقنيين وصحفيين. كنحيي كنشكر مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، لأنه رجع لينا وجوه تربينا معاها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبنات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهذه الوجوه لا يمكن أن تتحرك وتكون لها ردود فعل إلا إذا أحست بالحيف وبالظلم والمصير المقتوم اللي كتوجه له وكالة المغرب العربي للأنباء. تحية لهذه الزملاء. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تاريخنا معروف في هذه الوكالة. إحنا واجهنا البصري ومستعدين الآن نواجهوا تاركة البصري. احنا وجهنا التركه، وجهنا سنوات الرصاص، ومؤهلين ومستعدين لمواجهه بقايا سنوات الرصاص. اللي يمكن نقول في هذا المضمار وفي هذا الاطار، منذ ان بدانا المعارك في هذه المؤسسه منذ سنوات، جميع المعارك التي خاضتها النقابه في هذه المؤسسه انتصرت فيها، وخصومها وأعداءها هم الآن في مزبلة التاريخ. النقابة هي اللي مازال مستمرة، ولا يضيرنا في شيء. يسقط الاستبداد.